مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة بعنوان القانون البيئي. هتم المشرع المغربي بموضوع البيئة، على داكشي وضع مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة من الأضرار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، كما عمل على تقنين الأنشطة الإنتاجية الملوثة. على غرار عدد من البلدان اللي دركات حجم الرهان البيئي، انتبه المغرب للضغط المتزايد للأوراج التنموية والاقتصادية على البيئة والموارد الطبيعية، وعمد إلى تعزيز الترسانة القانونية ديالو، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة التدهور البيئي واللي كتقدر بأزيد من 13 مليار درهم سنويا. لمواجهة المشاكل والأضرار اللي كتهدد البيئة والوقاية منها، وضع المشرع المغربي مجموعة من النصوص القانونية اللي كتهدف الأساس إلى تنظيم علاقات الإنسان بالبيئة ديالو المحيط ديالو، واللي كتجعلو أنه كيستغل الثروات والموارد الطبيعية بشكل اللي يساهم في التنمية الاقتصادية ديال البلاد من جهة، وفي نفس الوقت يحافظ على هاد الثروات لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية. شنو هي هاد المجالات البيئية اللي كيشملها هاد القانون البيئي؟ اليوم يمكننا القول بأن المغرب بالفعل أصبح كيتوفر على ترسانة قانونية جد هامة واللي كتغطي تقريبا جميع المجالات البيئية. هذه القوانين اللي كتعلق بشكل عام بالماء، بتدبير النفايات والتخلص منها، بمكافحة تلوث الهواء، دراسات تأثير على البيئة، بالمحميات الطبيعية، وأيضا القانون المتعلق بالساحل، إضافة إلى القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتوج هذا المجهود كامل اللي قامت به البلاد بالتنصيص في الدستور اللي كيتعتبر اسمه قانون في البلاد على حق المواطن في بيئة سليمة، وأيضا على إقرار مبدأ التنمية المستدامة. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.